فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ معناه الالتجاء إلى الله بأسمائه وصفاته التي منها كلام الله جل وعلا من صفاته سبحانه، فأنت تستعيد بصفة من صفات الله، والاستعاذة بصفة أو باسم من أسماء الله هو استعاذة بالله عز وجل. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.